نعم خمس نجوم نور وهم يسطح لا والبنات البنات أروع وأنا قمرهم أمشي بمرهم شحيرة جدية أنا زوينة وماشينة أنا بعشر رجال وسيدة أعمال ووضعي علي العال وأملك الفلة أنا بنوش شوية شوية لا 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 تقولي بدي شوية لا تقولي بدي شوية بس خلاص يه صحتين صحتين عم أقول لك يا أخوي حمدان لفت انتباهي موضوع أمس خلاني أمشي وأكلم نفسي خير وش هاي الموضوع اللي خلاك تمشي وتكلم نفسك خير هذا الموضوع اللي الحين هابين فيه الناس هاي اللي يسمونه الزواج عبر النت شاتينج إيش هو بعد هاي الشاتينج مو شاتينج شاتينج يعني هاي اللي مثلا واحد يكلم له واحدة عبر النت ها وبعدين وهي تكلمه ويتفقون على الزواج كذا بهالبساطة يعني بدون ما ياخذ راي اهلها مني والدرب يعني بس مو الاهل هم المصيبة هم اللي يابوا لها النت المهم خلنا من هالموضوع الحين انا الحقيقة بغيتك في خدمة خير هات قول تكلم اي بس عاد ما تفشلني مثل كل مره شوف يا سعيد اذا موضوع يخص مشاريعك فاعفيني الله يخليك لا تخليني اتدخل بينك وبين اختك خلي بعيد اي بس مهما كان صدق انا اخوها لكن انت بعد زوجها لك كلمه عليها ما قلنا شيء انا زوجها لكن اللي يعنيني انا اما بالنسبه لفلوس انا ما لي خص فيها حلاله وهي حره فيه خلنا بعيد يلا افهم من كلامك ان المشروع ما بيتحقق احلامي بتضيع ايش هذا المشروع هذا اللي هام منك ومتاسف عليه ايش هو يا اسراء بفتح مطعم هندي مطعم هندي ايه برياني وكيمه ها سمبوسك كيمه برياني تشباتي براتا هاي 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 وابنه تقبريني يا آلا والله يعني أنا عندي رغبة ساعدك بس أنت شايفة هلأ السوق كتير موقف هالفترة انزين قولي للحين كم المبلغ اللي لازم تدفعينه للجامعة بالضبط 1300 ريال وأبوي الله يطول بعمره يمر بظروف صعبة وأنا بصراحة ما أبي أكلف عليه بلشنا بالاضطرار أنا عندي اقتراح حبيبتي عارف شنو اقتراحك تبينا تنتظرك لما تشتغلين وتعينين ويثبتونك وبعدين تاخذين لها سلفية من البنك صح؟ حبتين خوخ أنا متى قلت لك؟ إذا تشذي بصوم وبفطر على بصلاة بنات إحنا لازم نلقى حل سريع حتى لو كان حل مؤقت طب ليكي لولو أنتي أمتى لازم تدفعي المصاري؟ الفصل الجاي وقت التسجيل وضربة إن شاء الله تخلع رقبتهم ما بيقدروا يستنوا شوي العمى؟ لا حبيبتي الفلوس أهم من المادة بس
لقيتها. وين أمول؟ إيش قلت؟ باغي تفتح مطعم هندي؟ أيوة. وطبخ هندي؟ أيوة. انت يا الله يا الله تمشي عمرك فنيان قهوة بعد رايح تبط تطبخ لنا أكل هندي؟ ما تنفع يا أخوي ما تنفع، ما حد يعرف لك غير أختك. سكت سكت عن هالمشاريع الفاشلة. افهميني يا أختي افهميني، من قالك إن أنا اللي بطبخ ولا بنفخ؟ بنيب طباخين، طباخين على مستوى ومسؤول طباخين تشيفش كبرى، أنا بس بكون المشرف العام. واثق من عمره مخطط الرجال. غير، لأن الممول البنك ما رح يعطيك، ما رح يمولك، لأني من قرصة منك. ياما وياما خط مني في مشاريع فاشلة وخسرتني حبيبي. أنا من أصبح الصباح قبل لا أخب شويه أتصل في البنك، تيني الاسطوانة ديك العذبة واللي تقول لي رصيدك في العلالي. تي أنت تبى تبطل رصيد بتقصر لي عمر بموت. انسى السالفة ما منه. حمدان حمدان تعال تعال الحقني، قول لك كلمة يا أخوي، قول كلمة. الله يخليك يا سعيد، لا تدخلني بيني بك وبين أختك، هذا الموضوع بينكم ما يخصني أنا، ما لي دخل فيه، ماركم الله يهديكم. بعدين المثل يقول لا تدخل عمرك بين البصلة وقشرتها حتى ما تلوفك ريحتها، وأنا أصلا ما أحب ريحة البصر البر. ولا ثوم؟ الثوم أبوي ريحتي حالك وحال أختك، أنا وراي شغل. يلا بما الله. راعي سيارة الإقرة ما يبى البصل والثوم، يبى كالنهاية عمره راعي البوم. سمعت إيش قال؟ سمعت. وين؟ البصلة وريحتها آخر زمن راعي القاشع. شوف رميش، أنا معي أشتري تشيدة. أيوه. أنت بيع جيب فلوس كتير. ما في. سمعي هذا فايدة واجد. شوف صديق، ما في كلام هذا منا. أنا رميش، أنا سيدا، ما في مسخرة مني، سير مني، خلي. يلا يلا رورو. صراحة أنا مستحية من البنات. لك يا حبيبتي يا عمري يا قلبي، ليش لحتى تستحي؟ خلاص منبيع هالشوية الذهبات، بتفكي دقيقتك، ندفع لك قصة الجامعة، وأنت بس يصير معك مصاري رجعيهم على أقل من مهلك. زين إيش ذنب البنات يتمون بدون ذهب؟ حبيبتي وإذا ضلوا بلا ذهب؟ بعدين انتي ما بتعرفي، هلأ خولة فخورة بنفسها كتير لأنه عم بتساعدك. بعدين ولو يا آلة، نحن لبعضنا، إذا هلأ ما ساعدناكي أين بدنا نساعدك؟ يلا يلا تعالي تعالي. الله يخلينا حق بعض إن شاء الله. خليك بعيد عليهم شوية. انت ولا انا؟ انت طبعا. انا اعصابي بتنفجر ترى جمال، عندي احساس هالبنتين رايحات رندي فو. رندي ويش؟ فو فو. انا فهمت رندي احنا فو فو. فو بالفرنسي يعني موعد غرامي، وبالعربي انا اقول لك بقلب هالرندي على راسهم والفو فو. تحقني بس انت. جوائز جوائز يا حلوين، جوائز يا صبايا، جوائز. مرحبا. مرحبتين. سمعنا جوائز ما جوائز، شو الموضوع؟ تعرفوش عرض شركتنا ولا ايه؟ لا، شركتنا مشهورة جدا في كل الدول العربية والخليج. خبرنا بعد اكثر عن الجوائز. طبعا اقعد استريحوا، ناخد البيانات ونتكلم اكثر. ايه بنقعد ليش لحتى ما نقعد. تفضل. خولة خبريهم بعد ما يبيعون الذهب يشترون لنا شاورما، خاطري اكل شاورما. البنات رايحين يبيعون ذهب بألف ونص ريال تقريبا، وانتي تخططين على شاورما؟ ايش اسوي؟ مليت من الخبز والجبن والبطاط. بنات ترى انا قمت اخاف، انا وايد خايفة عليهم. وانا بعد بصراحة، الله يعين راعي المحل لانه شكلهم يخوف. انا الحين بفهم شيء واحد، انتي هذا كيف تشغليه؟ كيف تشغليه بالضبط؟ ما ادري. بنات ما يردون. اختي ممكن اتجرأ واسألك سؤال؟ لا لا تسأل، لانك انت ما تخيل معروف سؤالك عن الفلوس.
لا لا لا، هالمرة بعيد شوي عنهم. بعيد الشر، وليش عنهم بعيد ما يستوي؟ شكلك غريب لما تكون بعيد عن الفلوس، لكن أخبرك اسأل. الحين يعني لو أحد سألت سؤال وقال لك أخوك إيش يشتغل؟ ما تخجلين؟ ما تستحين؟ لا تبى الصراحة ما أخيل، لأن بقولهم يشتغل عاطل باطل، لا شغل ولا مشغلي. يعني هالشي ما يخليك تحسين بالخجل؟ أبداً، أنا أهم شيء عندي إني ما أخسر فلوسي، غوازي، دنيتي، حياتي، عمري وروحي. إيه نعم، حتى الفلوس عندي أغلى منك أنت يا أخوي، لا تزعل. لا أفا عليك، بس لا تقولينها، لا تقولين هالكلمة وتجرحيني. دمرتني، حطمتني، لأنني كنت يوما أحبك. تحمل يا أخوي، لأني أنا ما بأكذب عليك، لأن الفلوس بالنسبة لي وسيلة أسير فيها أموري. لكن أنت وش بالك؟ أنت تعالي لا تروح عند حرمتك، وهي انقشع روح عند حرمتك. أنا بعد ما أكذب، هذه مو حرمة، ولكن أتجمل. شكلك تتوسل وتتسول. حلو أوي، يبقى احنا اتفقنا، بس عشان تدخلوا السحب الليلة لازم كل واحدة تحضر مع جوزها. جوزها؟ ايه بس احنا الله يسلمك. عن اذنك لحظة وراجعين لك. تفضلي. شو لاقي محل هالمصيبة اللي وقعنا فيها؟ منين بدي لاقي له جوزها؟ ولا بده يجوزنا الاخ مثل ما بده؟ ما ادري شو اسوي، انت اللي صرفي. من وين حصل لنا رايه لحين؟ لك بس يعني والله القصة ظريفة كتير وفيها مصاري، ويمكن ما نضطر نبيع الذهبات. يمكن نشتري ذهب. عربي شو الحال؟ خبر البنات. لا يخرب بيتك من حالك، إذا قلتي لهم ما رح يوافقوا. اسمعي لقلك، يا أما اقفلي موبايلك، يا أما إذا دقوا لا تردي. خلص أنا بفكر لي بشي قصة. لقيتها. شنو؟ تعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حي الله. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ معك موظفين من قوى العاملة. موظفين من قوى العاملة؟ خير؟ لولو، عم بقول شو رأيك بهذا الشاب اللي وراكي؟ وينك؟ طلعي وراكي وراكي. حلفة يقعد، شو ما عندهاش الذوق؟ تضربي بهالكسم ما بكفي من نقيت لك واحد ذو عضلات مفتولة؟ روحي ابتسمي له ابتسامي لولو، الله يخليك. يلا حبيبتي، اذا عجبنك عضلات تحضي انت. لك تربي بهالكسم، خلص انا بتصرف. مرحبا. حاسس انه في كهرباء، في قلوب عم بتطير، في وحده معجبه فيك مثلا؟ نعم. الله ينعم عليك، عم اقول في وحده هون مثل القمر، صبيه مثل ورده معجبه فيك، شو رايك فيها تاخذها عروس؟ نعم. الله ينعم عليك، عم قلك ماذا رأيك في هذه الفتاة؟ وعلى وعسى تتجوز بعض. نعم. لك ونعامل اللي تلفتك بقى، نعم بقلبك لسه. نعم 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 نعم، عم قلك شو رأيك بهالبنت تتجوزها وخلصنا. نعم. ورطلت يخلع رقبتك. تعالي تعالي، بعتني حمى أنا وساعد اللي حكيت. بابا انا ما في مشكل. بابا ما في مشكل. زين اذا ما في مشكل اطمن، ما بيستوي لك شيء، علامك انت فرقان. انت اسمع، لا تخاف، تطمن، روح معاهم واحنا بني وراك. بابا انا خوف هذا نفذ في سيل، بعدين هو في سفر بلاد، بعدين ما في رجع مني. لا يبا لا تحاتي، ما في سفر مني والطريق، بقيس يلدك في السجن اول بعدين بيسفرون. بس لا تصيح، قلنا لك لا تصيح، ما بيصير لك شيء اذا ما مسوي شيء. بعدين شوف، خبر الناس عن الناس اللي ورطوك سووا لك المشكله وحطوك في هالبلوه هاي. إيه؟ خبرهم. ايوه ربا، هذا صديق
مني في جاي. هو خبر هذا فيزا مال ريد بيها. أنا خبر ما في بيها طلب برا بعد نوا في رو... حلو هذا الكلام أنت لازم تقول حق نفر. هذا نفر أنت تعطيه اسم مال هو نيم مال هو أدرس مال هو ضرور علشان هذا يدور جود جيب أنت تصير في بريئة. بعدين أيوه. تعال هذا قال صديقك تعرفه هذا تعرفهم مسرب عرفني عرف عرف تعرفهم أيوة صديقك هو كيف ما في صديق ما في صديق ما في صديق ما خلاص عرف هذا خلاص روح وياه يلا خبر يلا روح يلا. روح عتخف شو رأيك بعدين تو هذا الشاب مناسب ويلا يا هجوش بس احنا كل اللي بتشوفونا ندور الرايل في المجمع بيقولوا هاي طاحت حال لك خلص طبريني والله هي اخر مره بدنا نلاقي واحد نتفاهم معه واحد بيعمل حاله انه جوزي والثاني بيعمل حاله انه جوزي وبس نخلص المسابقه كل واحد بياخذ جائزته وبيروح بطريقه شو رايك بس بشرط انا جيلي واحد حلو يفتح النفس على ذوقي اي خلص مثل ما بدك جربي حظك هلا مع هذا الله يوفقك طبريني يلا هلو مرحبا السلام عليكم عليكم السلام الأخ متزوج ولا أعزب؟ والله من ناحية متزوج فأنا متزوج أربع لك الطبع إن شاء الله وما عندي مانع أطلق واحدة أنا جاهز قطيعة طلقك مطلوق يطلقك تطليق تعي تعي تعالوا كبة كبة أربع مرة واحدة أنتم من؟ يا أبا علي بيزيدهم اسمع أباك تقر هنا بتزوج أربعة انت وحدي يا راضي تكفيك بنات الوضع ابدا ما يطمن اكيد الوضع ما بيطمن بنات وبروحهم وعندهم ذهب بقيمه 1500 ورايحين بتاكسي شو توقعين يعني راحت علينا الشاورما استغفر الله العلي العظيم وكل ذنب عظيم لك اللو خلاص حبيبتي السافرة ما رح تضبط معانا لا حبيبتي بتزبط انت ليش هيك متشائمة دائما تفائلوا بالخير تجدوه خلينا نعمل اخر محاولة وبعدين في موال براسي بدي غني وانا متأكدة انه رح يزبط عيل خلينا على الموال اللي في براسك لا حبيبتي ما حذرتي بنعمل اخر محاولة وبعدين خلصنا بقى ليكي مرحبا يعطيك العافية بالحقيقة يعني أنا ورفيقتي حابين كنا يعني بعد إذنك هي 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 والله فرحان بعد تعال بيتا من حالة شنبوجة وليد جمال تعالوا انتوا اثنين قطيعة شو رأيك بهالشباب الوردة الفلة اللي بيفتحوا النفس اشتبيت فيهم عوزتكم بموضوع مهم كفو؟ موافقين وينكم؟ احنا نحاتيكم خايفين وعايشين فيلم رعب اخاف ما تجيبون لي الشاورما شيخو انت همك كله ببطنك شو خاف على الشاورما احنا قاعدين نحاتيه ومسحي بسرعة شوف خايفين على الذهب لا عيب خايفين عليكم ايه وبعد كتبي ان هم لازم يردوا علينا حتى لو بمسج يلا بسرعة ردوا علينا لو بمسج حتى اذا ما عندكم رصيد شيخو ما عندكم رصيد كيف بيردون علينا حتى لو بمسج شيخو مسح يلا رسلي الرسالة رسالة تم الارسال؟ شو هو؟ شيخو ارسلي الرسالة حالهم ما حالنا احنا ياتي عندكم زين ردوا فلوس الرسالة يلا شباب قلولي شو رأيكم بالفكرة؟ والله الفكرة بصراحة روعة شوفوا عاد لا تصدقون روحكم ترى سالفة تمثيل في التمثيل افا ايش ما تخسروا لو خليتوه حقيقة ضربت شموط رقبتك شفتي قلت لك ما يصدقون على الله يلا معلش اعطيهم فرصة تانية ليكوا شباب انا عم اقدم لكم فرصة جوهرية شي مرة كونوا جديين بالحياة هي الفرصة رح تعود بالنفع على كلا الطرفين بقى شو قلتوا الله كرمالك موافقين على بركة الله شطيعة من فيش اللي بغط الوايه يمشي يلا مشي تعال طمنوني الله يخليكم هادي ياكلني من يوم ما طلعت وها قولوا ايش صار طلع راميش بريء وما له علاقه بهالسالفه البر اي نعم مسكين بريء
والسالفة ملفقينها له المسكين. ملفقينها؟ لا حبيبي، ما شد دخان من غير نار. أباكم تعلمون إيش سالفته بالضبط هاي الوليد، عن يكون مسوي مشكلة ور طيبة يورطني وهو على اسمي. لا، يمكن يكون مجرم. أقوم أقاوي مجرمين عندي في البيت. حشين مسالة مسالمة. يا بنت الحلال، قلنا لك الريال بريء ولا مسوي شيء. هذا بس واحد ياه يبي يقص عليه، يبي يستغله من ذيل اللي يتاجرون في الإقامات والتأشيرات، وذي حبي يقص عليه. لكن راميش طلع ريال زقرتي كفو رفض وقال لي راح سير سير سير. لحظة لحظة، انت قلتي يتاجروا في الإقامات والتأشيرات؟ هنا؟ هنا واهدين ناس كثيرين اللي ما عندهم ضمير. لا وبعد ما بكي، المسألة إن طلع الختم نفس الشيء ومطابقة 100% الأمور كلها. ليه؟ ويدي ويدي ويدي. ها ويدي تعم. كيف هاي هالأشياء تستوي برا بلادنا بعيد عنا مشاكل؟ ما هاي استوتنا عندنا في بلادنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 ما صدق، لا تتهموا حد في عمان. لا 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 صدقي صدقي صدقي، أضعاف النفوس والعاطلين عن العمل ممكن يسوونها. لحظة، أضعف النفوس ومن من؟ العاطلين عن العمل. الشيمه على الانحراف. بس أقول أخوي أنت طالبني فلوس عشان أمولك في مشروعك، كم تبا؟ والله أنت كريمة يا أختي وأنا أستاهل، والحقيقة أشكر راميش على هالموقف اللي وصلني لهالمستوى. بهوت شكريا، بهوت شكريا بيا. هبة ضارة النافعة وزيد راتبة بعد. بعد مشاو مشاو. مرحبا. مرحبتين. بعرفك، جوزي وليد. ما شاء الله. وجوزي شو اسمك؟ نعم. جمال، جمال اسمه. اهلا وسهلا. جمال، كل ما تشوف الجمال بعيد بس يلا ماشي الحال. اهلا وسهلا. ناخذ البيانات؟ يا ريت. استنى استنى، شو الجائزة؟ جائزة سيارة آخر موديل. سيارة؟ لا بصراحة ما عندكم سالفة. لا تمر بضائقة مالية وما تتكلمون؟ ما يستوى الكلام هاي؟ البنية محتاجة فلوس وانتو ساكتين؟ ايش هذي؟ كي يسوي شاي في الكوب؟ بعدين هاي الكوب هاي ملي يبتلت فيه شاي؟ هاي كيف اشرب حبة انت فوقي؟ متى بتتعلمين انتي؟ حول ولا قوة الا بالله. بس خلي سير. معقولة البنية محتاجة فلوس وما تخبروني؟ يعني ايش بيدك تسوي يا ابوي؟ ترى الحال واحد الحال من بعض. انت ما شاء الله عليك طول الصبح تروح تتكس بتكس، بعدين تجيب الفلوس تشيلهم عنك. زوينه قد يا غزاله وكلي يا سباله. حتى لو كان بتصرف بدبر روحي، باخذ صبر من حد بدين، ما مشكله. اصيل اصيل والله يا خالي. نعم رجل والرجال قليل وهذا العشم فيك، بس يعني احنا ما بغينا نشغلك بالموضوع. وبعدين يا خالي في هالزمن وين تلاقي واحد يقول لك خذ؟ كلهم يقولوا لك هات هات هات، في الاخير ما يشبعون. الخير موجود بين الناس يا بنتي. المهم الحين البنات ليش الحين ما ردوا؟ فين سهران؟ على فكره انا بس ادور عليهم، واذا حصلتهم بجيبهم، واذا ردن قبلي اتصلوا فيني. طمان لا ابوي. يلا يا رب العالمين، ان شاء الله اذا رجعوا رولا ولا بالسلامه انا راح اطلع البنات واعزمهم على حسابي وامشيهم وبعزمهم على تشيز كيك يا رب العالمين. مفاجأة. ايش رايك فيها؟ ايش رايك المفاجأة يا اولو يا الغالية؟ فاجأتكم حمى منك إله وتخلع رقبتك انت وياه سوا. مفاجأة تلوع الشبد. انتوا شو تسوون هني؟ ولك انتوا من كل عائلكم لاحقين لهون على الحاره مشان تفضحونا يصرف عمرك انت وياه. اللي ما تستحون على ويوهكم لاحقين بيوتنا. ايش مش هاللوعه؟ انا احكيش من سكه سكه وانت هني انت وروله. لوع الله تشبدك ان شاء الله، تفعت فواي وشاط روحك بعد. امل امل خوله خوله بسرعه امل. لا شفيت شوفوا ايش رايك البنات وصلوا عند الباب. انتوا وينكم بنات؟ شغلتوا بالنا عليكم. الحمد لله رب العالمين انك سمعت دعائي، بس التشيز كيك غالي بجيب لهم ايس كريم. خلش من الايس كريم الحين، وينكم انتوا للحين وينكم؟ اخاف انهم ما يوافقوا يتزوجونا. بيوافقوا ما عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش تبون؟ تبون حريمنا.
نعم نعم نعم، اي حريم اي خرابيط انت وياش هالكلام الفاضي، اخاف غلطانين بالعنوان، سيروا دوروا حريمكم برا. يلا 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 كش. اي انت اي كش، هذه حريمنا، ايش فيش انت؟ يلا شوف على البيت انت وياها. يلا لحظة يا بنات، ايش في؟ ها جاوبوها، ردوا عليها. هذا هي اللي انتو ما قايل البيت، اين هذا الريال نصاف الليالي وبعد ما جاي؟ لكن اكيد اكيد خشناك عنديلك الجنيات، لكن انا تو اعرف الزواج بختك، انا اعرف كيف اكشح منك. ما عليك يا تنك يا تنك حمدان. خلصنا بقى الموضوع، خلص وانتهى وكل واحد منكم يروح بطريقه. يلا. لا يا روحي، هو دخول زريبة الهوش مثل خروجه؟ زرياب الهوش؟ اي زرياب اي هوش اي خرابيط، انت حسن الفاضك وشيل الزريبه اللي وراك والهوش اللي وراك واطلع برا. ايه انتي هي هوش هي خرابيط، ما تسمعين كيف يستنكروننا؟ يلا قلوا حبيبتي نروح البيت، وبعدين احنا بدينا المشوار سوا ولازم ننهيه سوا. هذا اكيد ما دام ما وقفت تاكسي قدام الباب اكيد وقتنا بعيد وخشن. يا بي يا بي يا بي شادي، موقفين شباب قدامكم عند الباب ليش؟ بيتي انا بعرف ايش السالفه. تكلمن عمو عمو زوينه عم عماش بدعن وسنتي ولا كلمة، خبروني ايش سالفة الشباب الثنين هني. يا يلا تكلموا كلكن. فديت شغلتي احنا فهمش السالفة بس هدي. ابا اعرف كل شيء، فهميني عن كل شيء لان تعرفوني انا ابا اسأل عن حوة وعروقها. يعني عجبكم هلا هي علقتونا مع خالي زوينة؟ هلا بقى حدا بيقدر يقنعها انه اللي بباله مو بباله؟ ما يحتاج حبيبي، اللي بالي بالك، لانك انت جايبه شباب غرب في البيت لازم بتكلم شيء قدامي واضح وضوح الشمس. يلا فهموني قولي لي. تعالي حبيبتي قعدي، تعالي خلي افهمك الموضوع. مش شيء ما جاي اقعد قولي لي على الواقف مره حارب حاره. لا بس خالتي انا بفهمش، هذه اولو زوجتي وانا احبها فديتش. ولك بري عليك يا خالتي، بري عليك يا عطيني مرتي. ماشي الاولاد سايحين، انتم مره جاهزين ومخلصين مخلصين، كمل مهر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مين بيمشي؟ مين بيمشي من هالبلد؟ المشكله انهم بنات لو اولاد ما عليه، بس مسؤوليه البنات مسؤوليه، واحد يخاف عليهم. ما بيجيني رقاد الليل اللي ما يرد. كيف اسوي؟ يلا بدور بدور لين حصل. لا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يا زبليس، انت وايش سويتن؟ ايش السمي اللي سويتن؟ حقنا ما تخيلن على وجهكن، يا المستفيتات يا الميتات فوق البيسة، لكن شرها ما عليكن، شرها على أهاليكم اللي ما عرفوا يربوكم. إنه أنا أمكم يا أني أبلحظ الصوت فوق ظهركن وخلي العصا تتكلم. يا باطل عليك يا زمن يا باطل، اخس اسمعي وليك شكلين ما بحكي، ورع طلاعك رح توصلي. اي والله يا وليد، الواحد ما يتشرف ياخذهم، وانت بعد بيش هذي المؤخر مولك. صراحة خالتي اللي يده في الماء مو مثل اللي يده في النار، وأنا إذا سكت بخطر حتى جامعتي. خسر الجامعة ولا تخسر السمعة، ولا حد يتزوج ذا الطم كذا للطم، ممكن يفضحوكم في الإنترنت في البيبي في اللي هي اسمه هذا تويتر في الفيسبوك حتى في البلوتوث. حد قبضنا عمارك والسمعة ما تنباع عشان تنشرى. ترى إحنا مصرين إن إحنا أزواجهن وفي عندنا شهود. يلا استلم الشماتة. انت رح تسكت ولا؟ يا ربي كله مني انا، كتابكم توقفون معي واخنا تطاحت مصيبه براسي. الو اي انا آلا خير، فزت بسياره. بصدق باركولي حبتين ولا سكتي وسكتي خلاص مع الرجال شو يقول براو خير شنو حضور الأزواج؟ خالتي شوي ريوس؟ خالتي شوي لو سمحتي؟ مبروك يا المعرس. إن شاء الله تلاقوا في العرس. يعني إحنا ما أنت عارف الحين طلعتوني أنا خلاص بلوشي، لكن حبايبي اللي أنتوا خدتوا المسابقة وفزتوا فيها ولا فازوا فيكن، لكن أنا بعدني زوينة وماشينة. ولول كنت
شو مالك؟ لك شو مالني؟ بدنا نخلص من هدول الاثنين اللي برا، لانه اذا ضلوا بدها تروح علينا السياره. اي بسيطه، بنقص عليهم. كيف بقى يا زكيه؟ حبيبتي بناخذ سيارتهم مالهم وبنشرد فيها وبناخذ الجائزه. لا يا زكوك، على اساس ما بيقدروا يلحقونا بسياره تانية. هي هي لقيتها، ما في غير خاله زوينه. ديا خاله زوينه، عاوزينك شوي، تفضلي لعنا. ان شاء الله يا والله. خاله ايش معكم المساسر؟ كلمني يلا قولي، لا تعطلني. اكيد تحركت فيكم النخبه والرجوله وقررتوا انكم تعطون السياره بروحي، صح؟ ايه لازم، السياره فدوشيا الغاليه، فديتك. الله محيي رجال، وانا معكم سامحكم. عاشوا عاشوا شبابنا. ايوه هذا العشم فيكم يا شبابنا، نخوه ورجوله، هذا المتوقع. عافية عليكم حبتين والله. الصحيح الصحيح انكم اثبتوا انكم شباب، بارك الله فيكم. وانا نذر علي اني اعزمكم على على ايه انت الثانيه، لا تعزمين ولا عزمك. نحن صحيح سامحناكم في السياره لانها شهامه مننا، بس لازم نتمم مراسم الزواج. نعم. شنو ذي؟ يعني نبي نحتفل، نبي نرقص، نبي هيزو زنبليطة عشتو. ام جي، او ماي جاد، مادام السالفة فيها كوميشن نسبة ماني 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 ماني، عجب. خلاص انا موافقة، وانا خليهم ما يتعرضوا لكم توبك شحوا من قدام الباب، بس عاد على الشرط البيعة، بيعة السيارة تتم عن طريقي. اوكي كيك. اوكي زوالة ماشي. خلي فولو مي. وتبشبش يا غلام، وتبشبش يا غلام، وتبشبش يا غلام، ترى نجم الصبح بان. اقول هالغنى ما حالكم، اسلي عمري اسلي فؤادي، بس سمعوني عاد انتو يا الشنادل يا المطاويح، روحوا قلبوا ويهكم مني لايكم شي ما شفتوه. نعم. لا تسوي لي نعم ما نعم، هالسالفه ما علي انا، انت ويا سمعوني ماشي زواج بالاكراه. لمسامحة خالتي، يمكن فهموش السالفه غلط. لا والله هم فهموني غلط، وانتم تفهموني الصح يعني، يعني انا غبيه ما افهم شيء ولا انهن غبيات؟ ترى هن غبيات بس انا ما غبيه. لا لمسامحة، انت مو غبيه، احنا غبيه، بس الله يسلمك احنا سامحناهم على السياره. بس الطقطقه والعرس لا عاد ما نسامحكم، نبي نحتفل، نبي نهيص، نبي انتوا تبوا تهيصوا وتحتفلوا وتباني انا اصلك؟ لا 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 على راسك. عشان حاتم ممكن عقد الزواج عشان نكمل الاجراءات. زواج؟ طبعا، من غير عقد الزواج ما في سياره.